طيب عايز اقول لكم الاهلي بيعمل ايه في الامارات. الاهلي في الامارات كان طالع المفروض ان في شركه هتشوف لي مباراه مع فريق بنياس او احد فرق الدرجه الاولى في الدوري الاماراتي. طبعا الدوري الاماراتي دلوقتي مضغوط وشغال، فالموضوع صعب جدا، يعني صعب جدا ان النادي الاهلي يلعب مباراه مع احد انديه الدوري الممتاز في الدوري الاماراتي. عشان كده النادي الاهلي لو لعب مباراه هتكون مع احد الانديه اللي هي ممكن نادي درجه ثانيه، نادي درجه ثالثه، نادي مش في الدوري الممتاز عفوا. ده معسكر النادي الاهلي اللي هيكون متواجد في الامارات او في دبي بالتحديد. خلاص يبقى هو ده، يعني ده اللي هيحصل في الفتره اللي جايه، ان كان المفروض في اتفاق على لعب مباراه، مش ما حصلش الكلام ده على الارض. فالنادي الاهلي ممكن بقى وهو هناك ممكن يظبط اي مباراه.